إذا مشاهدينا الكرام، أنتقل وإياكم إلى مراسلنا من البصرة مصطفى الشمري. أهلا بك زميلي. يعني إلى أين وصلت مستجدات الحادثة التي أودت بثلاثة أفراد من عائلة بصرية فيما يتعلق بانفجار اسطوانة غاز؟ يعني لغاية الآن الأحداث متضاربة، الأنباء متضاربة. نحن كنا في موقع الحادثة وموقع انهيار المنزل. الجهات الأمنية التي قدمت متأخرة إلى موقع الحادث صرحت وقالت انه هذا الانفجار نتج عن انفجار اسطوانه غاز داخل المنزل، ما ادى الى وقوع السقف ومقتل ثلاثه اشخاص. لكن شهود عيان وايضا اقارب الضحايا الذين سقطوا تحت وقوع كامل المنزل قالوا ان هنالك من دبر وفعل بهذا الحادث، انه ليس من المعقول ان تنفجر اسطوانه غاز وتخلف وتهدم وتدمر المنزل. نحن كنا متواجدين في موقع الحادث، اسطوانة الغاز لا يوجد فيها أي أضرار، اسطوانة الغاز متواجدة في المكتب، والحادثة حصلت في غرفة المطعم، وشاهدنا هناك أيضا انفجار سقف المنزل بالكامل. يوجد هناك الكل يتساءل ويثير الشكوك هذا الحادث، أنه هل هو حادث مفتعل؟ هناك من قام بتفجير هذا المنزل؟ هناك من قام بإصابة وقتل هؤلاء الأطفال وأيضا إصابة العائلة، أم فعلا هناك ربما انفجار أسطوانة؟ لكن عندما تحدثنا وأيضا العائلة تحدثت والشهود عن انفجار الأسطوانة، فالأسطوانة هي متواجدة ولا يوجد فيها أي شيء من الأضرار. لكن بالنتيجة اليوم نحن لا نستطيع أن نتحدث ونتكلم، لكن في الساعات القادمة ربما الأجهزة الأمنية والجهات المختصة سوف تصرح بمجريات الحادثه. هنا وصلت قوه من فريق مكافحه المتفجرات وحوطوا المنزل واجروا الفحوصات الخاصه ثم انسحبوا. بالنتيجه هذه الاجراءات تحدث كل فتره في كل حادثه، خاصه حادث ربما يشبه الكثير من القلق. بالنتيجه اليوم هذا ليس الحادث الاول في مدينه البصره، ليس على مستوى التفجير، لكن مدينه البصره على استمرار هناك حوادث بين فترة وفترة، ولكن أهالي الضحايا وأيضا المواطنون قد طالبوا الجهات الأمنية بكشف ملابسات هذه القضية، ويجب أن لا تمر هذه القضية من دون احترام كما مرت حادثة قضاء التميمة بمقتل العائلة ومع رب الأسرة. نجد أنهم الكل يطالبون بأن الكل يقف عند هذه الحادثة ويبرزون كافة خفايا الحادثة، وهل هو فعلا انفجار اسطوانة غاز داخل المنزل ام هنالك من قام بتفجير المنزل. نعم، الحادث الذي حصل هو في منطقة النجيبية في المساكن العشوائية، هذه المساكن اغلب المساكن من الصفيح. ربما يعني هنالك سائل من يسأل لماذا ان تحصل هكذا حوادث في هذه المناطق، هناك استفهام كثير حول موضوع الحادث، ونحن بانتظار الاجهزة المختصة. وضحت الصورة مصطفى. نعم، نود أن نشكرك على هذه الإحاطة، مراسلنا من البصرة مصطفى الشمر، شكرا جزيلا لك.